السلام عليكم. لم أقم بالإعلان عن اللايف باسكو جو نيتي با سور، لكن نقدر ندير لايف ولا لا لا. مي جيسبر كو فوز الي اتخ نومبرو سيو. عيطوا لصحابكم واللي تعرفوهم، عيطوا لهم هنايا اللو لايف، نهضروا مع بعضنا شوية على على التحاليل اللي رانا محتاجينها في لابيريود تاع الكوفيد، وتاني نهضروا على وشنو هي الطرق اللي نقدروا نقويو بيها جهاز المناعة تاعنا. راني عارفة بلي راني نهضر شوية بالعقل، مي قولوا لي كمام اسكو الصوت راهو خارج ولا راهو هابط بزاف. سلام، صوت ضعيف. بونسوار دكتور، فوتر ادريس سيل فو بلاي. انا الكابينة تاعي لو كابينة دو بسيكولوجي كلينيك، لو كابينة دو بسيكوثيرابي. الصوت ضعيف، داكور. درك نسي نطلع شوية في الصوت. درك نسي نطلع في الصوت على قد ما نقدر. يعطيكم الصحة بزاف 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 على التفاعل تاعكم تاع هاد الايامات مع لي ديفيرونت فيديو. يعطيكم الصحة على لي ميساج تاعكم، يعطيكم الصحة على لي زيميل تاعكم اللي راكم تبعتو فيهم، يعطيكم الصحة على لي كونساي تاعكم. تاني vous êtes en train d'envoyer des conseils، ديري كدا ما ديريش كدا، هضري على كدا. دونك يعطيكم الصحة بزاف بزاف بزاف. لا فوا باسي ما شفيتش وقتاش البارح ولا لو البارح، وقيلا كنا البارح جي في ان لايف معاكم، كنت برا جي في ان لايف و سا سي افاسي باغ ايغور. لو لايف هذاك كنت نهضر فيه على الحوايج اللي عندها علاقه بالتحاليل، دونك نسين نلخص لكم ما قيل في لو لايف هذاك، ومن بعد نزيدو نهضروا شويه على حكايه ال tout ce qui est en rapport avec تقويه الجهاز المناعي. الوغ في البث المباشر اللي فات اللي تفاصى، كنت نهضر على اهميه اجراء تحاليل معينه لمتابعه الحاله تاع الجسم تاعنا. بمعنى قلت لكم باللي الناس اللي راهم يديروا في لوفينوكس من الضروري انهم يتبعوا حاله تخثر الدم نتاعهم بلي بلاكيت، الصفائح الدمويه عن طريق الاف ان اس، لو بيلان هذاك الكلاسيك بازيك اللي هو اف ان اس، نديروه اللي باش نعرفوا اسكو واحد عنده لانيمي ولا لا لا، نشوفوا كريات الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء، والصفائح الدمويه. احنا يهمونا الصفائح الدمويه، هما اللي عند هما اللي لو تو تاعهم عنده دلاله اذا كان الدم راهو مايل للتجلط ولا راهو مايل للسيلان. حنايا لو رول تاع لوفينوكس وشنو هو؟ يمنع تكون جلطات، يمنع لو ريسك ترومبو امبوليك، يمنع تكون جلطات، وذلك عن طريق تمييع الدم ولا تسييل الدم ولا مي. لازمنا نعسو بلي بلاكيت باش ليفي تاع لوفينوكس ما يتجاوزش حدو ويروح للجهه الاخرى، بحيث يعود الدم تاعنا سايل بزاف، باسكو من هاد الجهه عندنا لو ريسك ترومبو امبوليك، بصح من الجهه الاخرى عندنا لو ريسك ايموراجيك، وراهم بنفس درجه الخطوره. دونك الحكمه ماش اني ندير لوفينوكس كيما جات، ماشي نروح نشري وحدي لوفينوكس وندير، باسكو في لا سيتوياسيون تاع لي فارماسي تاعنا ولو فات انهم
يبيعوا كل الأدوية بدون وصفات طبية، أباغ لي بسيكوتروب، أباغ الدواوات تاع البسيكياتر. هاد الشي خلى أي واحد يسمع أي هضرة ولا نصيحة من أي واحد يروح يشري ويعاود يدير نفس الدواء، alors que le traitement ما لازمش يكون كوبي كولي. دايوغ سي بور سا انا جو سوي فريمون كونتر حكايه البروتوكولات هذه الشائعه اتوغي اترافير، باسكو شاك كا اي ان كا، ماوش نفس الدواء اللي شربو فلان نقدر نشربو انايا. سي بور سا لا بريسكريبسيون لازمها تكون فريمون بيرسوناليزي، كل واحد وشنو هما الدواوات اللي نعطيوهم له. للأسف كاينين ساعات أطباء يمدوا الدواء بصح ينساو، ويا حليلهم يا حليلهم، راه واحد الضغط تاع الخدمة هاد لابيريود، دونك هو يقدر ينسى حكايتي، يقول لك باللي كي نعطيك لوفينوكس لازمك دير التحليل تاع اف ان اس كل 5 ايام، لا ما درتوش وما درتوش لازم ديرو كل 5 ايام باش تشوف التأثير تاع اللوفينوكس في الدم تاعك. راهو مقاردي لك ليكيليبر، ما كان تجلط ما كان سيلان بزاف، ولا راهو قاعد يروح لك لوتر اكستريم. دونك هذا بالنسبه للافاناس. قبل الافاناس كاين حاجه اسمها لي دي ديمير. لي دي ديمير هذا هو التحليل اللي يندار باش نعرفوا مدى مدى استعداد ولا مدى قابلية ولا مدى وجود خطر تجلط الدم عند المريض الفلاني. جينيرالمون نقولوا بلي لي دي ديمير لازم يكونوا اقل من 500، alors que non راهي على حساب لاج، يعني ماشي لازم 500، ما ممكن تكون اقل من 500 في حدود معينين، بس كان دي فورمول زعما في حدود معينين نقدروا مالغري ما هيش 500 بصح نقولوا نو، لا لازم نمدوا دي زانتي كواغولون كيما لوفينوكس ولا حاجه واحده اخرى. مي هادي تاني راهو الطبيب اللي يقرر، صديق ماوش انت كي تلقى لي دي ديمير تاعك طالعين تقول اه خلاص اني من مانيش محتاج. كنت تلقى لي دي ديمير تاعك طالعين تقول راني محتاج لوفينوكس، وكنت صيبهم هابطين تقول نو مانيش محتاج. علاش راني نقول لكم هكذا؟ باسكو راني نروح لدي لابوغاتوار، يا اما ندي دي زاناليز، يا اما ندير انا بعد دي بيلون، راني نشوف باللي كاينين ناس راهو يجي يقول له دير لي التحليل الفلاني، وراو التعامل دركا او عاد مام في لي لابوغاتوار في كلكو لابوغاتوار راو عاد التعامل سانز اوردونونس، وبالتالي يستدير المريض راهو يروح وحده يدير لي زاناليز وحده، يشخص روحه وحده، يروح للفرمسيان يشري الدواء تاعو وحده، وساعات بزاف بدون متابعة تاع طبيب وبدون متابعة تاع التعييرات تاع الدم اللي لازمها تكون بوندون لو تريتمون، خلال خلال الفترة العلاجية. دونك تو سا بور فو دير باللي لوتو ميديكاسيون هادي ولا غير ردوا بالكم منها، صديق ردوا بالكم منها مليح مليح مليح. يقدر الواحد يستعين بطبيب يالو كان عن بعد، يالو كان يشاور قال الو يا فلان، وما كانش واحد ما يعرفش طبيب في المحيط تاعو. مام يا سيدي رحت سون زوردونونس، بصح على الاقل خلي طبيب يوريونتيك يوريونتيك في واش دير واش ما ديرش، ينتربريتي لك لي ريزولتا تاعك ايتو. المره اللي فاتت واش كنت قلت لكم تاني؟ قلت لكم في اللايف اللي راه هذاك اي حكيت على لي كورتيكويد. الناس اللي راهي تشرب في الكورتيكويد تاني من الضروري انها تتبع بتحليل اليونوغرام سانغان، تشوف نسبه البوتاسيوم والصوديوم في الدم، باسكو يندروا مع بعضهم هذا اليونوغرام سانغان صوديوم بوتاسيوم، باسكو لي كورتيكويد راهم يهبطوا نسبه البوتاسيوم في الدم، وبالتالي يجب مراقبه هذا الشيء، باسكو الا كان هابط البوتاسيوم لازمنا نعاونو
نعاونوا جسمنا باش يعاود يطلع البوتاسيوم عن طريق اخذ ان سيرو اللي هو لي غلوكونات دو بوتاسيوم. لي غلوكونات دو بوتاسيوم. كاين حاجه اخرى تاني المره اللي فاتت كنت هضرت لكم عليها، هضرت على قلت لكم لالتيرناتيف في حاله ما اذا صح ما صبناش لو لوفينوكس. كنت قلت لكم في لو لايف هذاك تاع لي بوزيسيون، قلت لكم انا ما صبناش الاكسجين واش نديرو، نديرو لي بوزيسيون هادوك يعاونونا. انا ما صبناش الباراسيتامول، والله انا ما صب، والله رانا صبنا الباراسيتامول بصح ما نقدروش نتجاوزو، ما نقدروش نقصرو لانتيغفال تاع 6 سوايع. دونك راني شربت حبه درك، لازمني نستنى حتى يجوزو 6 سوايع صح في خلال، باسكو ما نقدرش نشرب باراسيتامول افون سينو راني راح نسكنتي الكبده تاعي والكلاوي تاعي. دونك واش ندير في هذوك 6 سوايع؟ درنا لي ميثود اللي نهبطوا بهم الحمى صح في حاله ما اذا ما صبتش لوفينوكس واش ندير. كنت بارطاجيت معكم فكره اللي قلت لكم انا شخصيا راني ما جربتهاش، بصح كاينين الناس بزاف منكم هضروا على التجربه تاعهم في مع هذا القسط الهندي اللي هو كنا كانوا كنتوا سقسيتوني وش اسمه في فرنسي، و ابارامون كان اسمه لو كوستوس انديان. هذا واش كتبتوا لي في لي كومونتير لا فوا باسي، قلتوا لي لو كوستوس انديان. و جوستمون ان بارلون دو كومونتير اعتذر على ان لي كومونتير تفاصاو كي تفاصا لو لايف، وشفتكم باللي كنتوا تحطوا بزاف معلومات لبعضاكم وتردوا على بعضاكم في لي كومونتير ايتو. دونك اي واحد حضر اللايف اللي فات اللي تفاصا وراه حاضر درك، اي معلومه مفيده حطيتوها اكتبوها، سواء تخص القسط الهندي سواء اي معلومه واحده اخرى، سواء السؤال اللي بديت لكم به في اول اللايف اللي قلت لكم اي واحد فيكم يعرف ان لابوغاتوار مخبر تاع تحاليل طبيه اللي يخدم في شهر اوت اللي ماهوش اون كونجي في شهر اوت واللي يخدم يا حبذا بالجمعه بالسبت، اللي يخدم اش 24، محتاجين هاد لي زادريس. اكتبوا لنا برك اسم لو لابوراتوار لادريس تاعو والولايه. فوالا والولايه نورمالمون سي غروسو مودو. هذا واش كنت قلت لكم على فيما يخص التحاليل. ونعاود ونذكر وشدد على حكاية ردوا بالكم من استعمال هاد الحوايج الأعشاب إتو، باسكو على عكس الدواوات اللي الجرعة تاعها مضبوطة لو غراماج، الأعشاب يقول لك مغرفة صغيرة كل واحد، وكل واحد والمغرفة تاعو كل واحد ولا طاي تاع لا كويير تاعو، وبالتالي المغرفة تاعي وتاعك مش كيف كيف، وبالتالي وان ميم طون مانيش راحين نقدروا نعرفوا شحال رانا قاعدين نسيلو في الدم تاعنا. دونك الناس اللي راهي تستعمل فلوفينوكس حاولوا ما تستعملوش معاه القسط الهندي، استعملوا القسط الهندي اذا ما صبتوش لوفينوكس كاع. راني قلت لكم لا فوا باسي ونزيد نعاودها، راني ما جربتوش انا شخصيا، راني برك سمعت عليه من كذا حد يشكروا فيه فريمون. دونك راني هضرتها لكم كم حل بديل، باسكو انا مدابية كل حاجه تقولوا لي اي ما كانش كذا نقول لكم صح كاين كذا في بلاصتها، وما كانش الاكسجين او كاين كذا يقدر يعوضوا اون اتوندون، ما كانش باراسيتامول او كاين كذا يقدر يعوضوا اون اتوندون، ما كانش لوفينوكس او كاين القسط الهندي اللي يقدر يدير افي نتاع انه يسيل الدم اون اتوندون الواحد يبدا لي زانتي كواغولون. دونك اللي راهو يستعمل فلوفينوكس ما تستعملوش معاه القسط الهندي، واللي راهو مصر انه يستعمل القسط الهندي مع اللوفينوكس
لازم 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 دير تحليل تاع اف ان اس، لازم تشوف الحاله تاع لي بلاكيت تاعك باش تعرف الى اي درجه راه كاين منع تخثر الدم، الى اي درجه، الى اي درجه راهو في لي نورم، راهو في لو دوغري المطلوب، ولا رانا رحنا لوتر اكستريم اللي فيها لو ريسك ايموراجيك. دونك ردوا بالكم يا جماعه، ردوا بالكم من لوتو ميديكاسيون هذه، ردوا بالكم من تو سكي نروح ندير بيلون وحدي وننتربريتيه وحدي ونشخص روحي وحدي ونشير الدواء وحدي ونداوي روحي وحدي. ردوا بالكم يا جماعه، اني عارفه بلي سي با ايفيدون، الناس مش قادره تخرج، تحس بلي كنت تقعد في دارك اضمن لك، معليش تقعد في دارك اضمن لك، مي استعينوا ب ايه. تفكرت حاجه، كاينين مش عارفه اسمهم شركات ولا مهم حوايج ميديكال اللي يقدر يجيك الفرملي للدار، يقدر يجيك الطبيب للدار. انا اللي نعرفه اللي استعنت بهم العام اللي فات وهاد العام، العام اللي فات استعنت بالممرض تاعهم باسكو ما كنتش محتاجه طبيب، باسكو انا كنت طبيب تاع الحالات اللي عندي، دونك كنت محتاجه الممرض برك نتاعهم غير باش ينحي الدم باش ندي انايا لي بيلون في لي لابوراتوار. كان كاينين هادو اسمهم ايمان اسيستانس، ايمان اسيستانس في الدويره، مي ابارامون كاين ناس كي اون ايتي ساتيسفي العام اللي فات من طبيبه اللي كانت تنقل للديار هاد العام. جو سي با ترو، جو سي با ترو باسكو ما شفتش بعيني، مانيش عارفه استاذ، اعطيت الارقام تاعهم للناس مي مانيش عارفه. العام اللي فات سيتي اون بون اكسبيريونس معاهم، دونك اكتبوا لي في لي كومونتير في شاك ولايه اي دو سيغمون يافوار، في شاك ولايه اسكو كاين فرملي يقدر يروح للديار تابع الشركة ولا وحده، اسكو كاين اطباء يروحوا للديار تابعين الحوايج كيما هادو تروك اسيستانس ميديكال ولا وحدهم. نورمالمون راني هدرت على كل ما تم التطرق اليه في لو لايف اللي فات اللي درتو البارح ولا لو البارح الصباح وتفاصا. لكان كاين ناس منكم حضروا له لايف اللي فات، حضروا له كامل، ولكن حضرتوا له لايف هذا تاني من الاول، لكن كاين حاجه مازال ما قلتهاش، قلتها المره اللي فاتت وهاد المره نسيتها، فكروني بها. الوغ المناعه، احنا المشكل اللي راهو صاري كامل راهو على المناعه، وبالتالي انا اليوم حابه نحكي معاكم على الموضوع نتاع المناعه وكيفاش نقويو المناعه تاعنا، سواء وقايه من فيروس كورونا ولا كعلاج كي نكونوا خلاص اتاكان الفيروس تاع كورونا، ولا واحد كتب لي هنا طريقة استعمال القسط الهندي، مانيش عارفة اوكيون ايدي باسكو انا قلت لك ما جربتوش، دونك ماذا بيا الناس اللي جربوه يكتبوا في لي كومونتير اسكو كانوا يستعملوه في تيزانة ولا كيفاش كانوا، ولا غبرة كانوا يخلطوها ب فكش اي حاجة ليكيد من باردة ولا تعيشوا، أي واحد استعمل ويكون هو اللي استعمله وعنده معه تجربة إيجابية صادقة سيلفو بلاي اكتبوا.
وجمع هاد لو لايف فيسبوك هذا، او ما وش راح يتنحى او راح يقعد، وراح يطلع في يوتيوب، راح يطلع في يوتيوب باذن الله بمجرد الانتهاء منه. درك نطلعه في يوتيوب تاني. دونك حاولوا تمدوا اكبر عدد من المعلومات لبعضاكم في لي كومونتير. انا درك كي راني نهضر راني مانيش قادره نهضر ونقرا لي كومونتير اون ميم طون. دونك لا كان كاين سؤال هنا واحد فيكم عنده تجربه معاه وقادر يفيد الناس، ولا عنده عنوان يقدر يمده لهم، ولا حطوه في لي كومونتير، ربي يجازيكم. دونك المناعه، احنا المشكله تاعنا كامل في المناعه اللي بسبب لا موفيز ايجين دو في نتاعنا، نظام الحياه اللي عاد معمر بلو ستريس، نظام الحياه اللي عاد طريقه الماكله ماهيش مليحه، طريقه الرقاد ماهيش مليحه، طريقه التعامل مع الوضعيات الضاغطه ماهيش مليحه. هاد الشيء كامل ادى الى انه الجهاز تاع المناعه تاعنا عاد ماوش كيما دايوغ حنا نقولو يا حسره يا الماكله تاع بكري ماكله، درك رانا اوندي غير ناكلو في الكاوتشو، يا حسره بكري الناس بكري كيفاش عندهم صحتهم وكذا وكذا، دركا يا حسره الناس كيفاش عادت، دركا عدنا عايشين في لي فاست فود، عايشين بالقهوه، عايشين نسهروا بزاف، نسهروا بزاف بزاف، ما ملي ما عندوش حاجه يديرها يسهر، يسهر او يتفرج او يدير. عدنا عايشين مبلوكين في لا سيركولاسيون بالطوموبيلات، ولا بلي بوس مبلوكين في لا سيركولاسيون، وعدنا غاغمون وين نمشيو، نقعدو نبدلو من بوس لبوس من بوس لبوس من بوس لبوس، غاغمون وين نمشيو. هاد الشي كامل خلى جهاز المناعه تاعنا اي حاجه تجي تطيحو، ما عندوش باش يقاوم، ما عدتش قادر تعتمد عليه. ومالوغوزمون النصائح لتقويه جهاز المناعه راهي تلمو بسيطه كواحد ما يدير عليها. كي تهضر يقول لك هذا ما كان. زعما انا كون نقول لكم باللي من اهم حاجه، من اهم الحوايج تاع الجهاز المناعي وجود اون اكتيفيتي سبورتيف، نشاط رياضي، لو كان 10 سوايع ربع ساعه في النهار، نحس باللي هاد لا فراز هادي كابابل تدخل من تخرج من. كون نقول باغ اكزومبل من الضروري ان الواحد يرقد اكبر عدد ساعات ممكنه قبل 12 تاع الليل، باسكو قبل 12 تاع الليل الساعات تحسب ساعتين، زعما انت رقدت على 9، من 9 ل 12 ما تتحسبلكش 3 سوايع، تتحسبلك 6 سوايع بلوس واش رقدت بعد 12 في درجه جوده الترقاع تاع الجسم تاعك. نقولك لازم ترقد مليح، تحسها باللي ما صديق، حتى النصائح عاد الواحد لازم كلي يجيب اختراع مانيش عارف مين باش يقولوا داكور اوكي اوكي خلاص دوك لازمني نكتب باللي هاد الوصفه الفلانيه دير جهاز المناعه. كي نقولوا باللي لازمنا ناكلوا الخضره، لازمنا ناكلوا الحوايج الكرو، لازمني ناكل، لازمني نركز على كل ما هو اخضر، الكرافس، السلق، المعدنوس، نعناع، لازمني نركز على كل ما هو أخضر، كل ما هو فخي، نبعد على المعلبات على قد ما نقدر. هاد الحوايج كامل لو تروك سي كو رانا كامل نعرفوهم، باسكو كاينين ناس يقول لك علاش ما كانش اسي دو توعيه فيما يخص. كاين وهاد المعلومات هادي راهي تسمعت ماشي مره ماشي زوج ماشي ثلاثه، كاينين ناس بزاف ما همش حابين ياخدوها او سيريو مالغري راهي هاديك هي.
كي تهضرها له يقول لك بعد هذا مكاني صح، عطينا نصيحة، عطينا رانا نهضروا ونعاود. يعني نقدر نبدا ننظر عليكم ونقول لكم الوغ لا فيتامين دي خذوا طان امبول دو 200000 يونيتي انترناسيونال بار جور، زيدوا معاها اون كويير سوب دو فيتامين سي شاك اور جوسكا اوبتونسيون دو مانيش عارف واش، بلوس مانيزيوم كدا، بلوس لي كومبريمي دو زنك كدا، بلوس لا فيتامين بي 6 كدا. هاد الحوايج اللي كانت بكري تتمد في حالات ماشي غار، مي في بعض الحالات اللي ليجين دو في فيها ماهيش مليحه، دونك محتاجين نرقعوا اون ديرني ريكور، فريمون اون ديرني ريكور، في اخر هذيك جوغ تاع اشرب دي فيتامين بكري ما كانتش اوسي كورونت كو درك، ماشي باسكو بكري ما كانش كاين التاويل ودرك عاد كاين التاويل، باسكو بكري النظام تاع الحياة كان صحي، وبالتالي ماناش محتاجين تدخلات بالترقاع هذا ولي فيتامين ارتيفيس، ماناش محتاجين هذا التدخل باسكو النظام الحياة يكفي. الناس تتحرك تبوجي تروح تخدم مشي تروح تقرا مشي، يتحركوا بزاف في الدار، الناس كانت ترقد في الليل تنوض في النهار، كانت الناس تنوض مع الفجر تبدأ نهارها، دركا عدنا نرقدوا بعد الفجر. مهما كان بكري مهما كان التعب ومهما كان الظروف والفقر والحوايج اللي جازوا بها للجينيراسيون تاع جدودنا وتاع والدينا، مي بالجهة بالمقابل كانوا كاينين حوايج بزاف في النظام تاع الحوايج، كانت نقية، كانت ما كانش الحوايج ما كانوش مدغولين، جو سي با اذا كانكم فاهمين سكو سا فو دير كلمة مدغولين، والله لا لا اسكو تتقال نفس الكلمة هذه في كل الولايات، والله لا لا باسكو راني عارفة بلي راكم الله يبارك راكم من كل الولايات تشوفوا في هاد لو لايف، دونك دركا كلش داخلين فيه لي زغمون كلش، دونك وزدنا كاين حوايج حنايا زايدينهم على رواحنا، بيدنا ان نديرو السبور، بيدنا ان نمشيو، بيدي اني مهما يعني هاني عندي طوموبيل و تو سكو فولي نقدر ما نقاريهاش لاصقه في الخدمه، نقدر ما نقاريهاش لاصقه في الخدمه، نقدر نقاريها يا سيدي على بعد شارع على بعد زوج شوارع. راني فاهمه حكايه بلي لازم الطوموبيل تكون قدامي، باسكو حاولوا كي نهضر لكم هاد الحوايج ماشي كل ما يتمد اقتراح تحاولوا تصيبوا له اعتراض، باسكو هادي راهي العقليه تاع واحد ماهوش حاب يغير، شتو هذاك اللي يلقى مشكله لكل حل، ماذا بينا ما نكونوش من هاد الناس، وبالتالي شوفوا أدوامه هو إن قل، مانيش قادر ندير سبور مانيش قاعد نقاري شوية بعيد ونمشي للخدمة ومن بعد وانا راجع نمشي باش نوصل لطوموبيلتي. نفس الشيء بالنسبة للقراية، يا سيدي في الكوس مانيش عارفة نهبط في مانيش عارفة لي كوس في لي ديفيرونت في لي ديفيرونت ولايا ولي ديفيرونت يونيفرسيتي قصدي، اسكو اسكو عندهم دي زاغي ولا لا لا ولا قال نقدر نحبس في الكوس في البلاصه الفلانيه ونكمل نمشي باغ اكزومبل، وموش اني مانيش غاويه نعذبكم، راهو هذا هو الشيء اللي يصوفي الحياه تاع الصح، ماشي لازم ناكل دايما فاست فود، ماشي لازم ناكل دايما فاست فود، نحاول نبعد على لي بات البويض، نستعمل لي بات مارون لو تروك كومبلي، الروز كومبلي، المكرونه كاين فيها الكومبلي، الطعام كاين فيه الكومبلي، كاين الشعير. درك واش رايكم كون نعودو نستعملو اوليو نبدا ننوع بين اوبتيلا ونوتيلا ومانيش عارف واش، نوع بين لو غي الفلاني الكومبلي والعفسه الفلانيه تاع الشعير والعفسه الفلانيه تاع الذره والعفسه، كاين
كي تفتح لامبور اكسبور او تفتح على كلش. احنا علاه نروحو غير للحوايج اللي يفلسونا ويضيعوا لنا الصحه تاعنا، ونقعدوا نفرطوا في ما هو مهم. الرجوع لا ناتور، اني نخرج من 4 حيوط ونروح نقعد للي في المدن الساحليه، نروح نقابل البحر. للي في المدن الداخليه نروح نقعد في غابه، نروح نقابل واحه، نروح نطلع فوق اون دون ونقعد نقابل الصحراء الممدوده على 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 مد البصر. نحاول ندور مع الناس الايجابيين، نحاول نبعد على الناس اللي وظيفتهم في الحياه ولا فصيله دمهم في الحياه هي الشكوى. كاين حوايج بزاف بزاف بيدينا، وما يكلفوش ما يكلفوش. يعني نقدر نقول لكم، شوف هي ما سهل ربي غير نبدا نقول لكم هكا. شوفوا بون، هادي سا سي لوميغا 3 لازم هكذا، هادي لو زنك لازم، هذا لو زنك مانيش عارف واش، هذا لو مانيزيوم كذا. اما سهل ربي غير اي فوالا، وهادي ولا فيتامين دي وكذا. اما سهل ربي غير الحل الساهل هذا تاع نروح للفرمسيان ونشري منه دي فيتامين. اون بارلون دو فيتامين جوستومون، شوف كيما 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 هادي باغ اكزومبل، هادي مانيزيوم ومعها بي 6 بي 12. هنايا كي تقراو باغ اكزومبل في لا كومبوزيسيون كاين لو بيوكسيد دو تيتان، لو بيوكسيد دو تيتان، لو بيوكسيد دو تيتان هادو سي اون نانو موليكول اللي الهدف تاعها انه يمد يكولوري الكولورون، يمد هذا اللون. والله هذا اللون يعني هي نورمالمون هذه راهي حاجه مفيده اللي هي المغنيسيوم والبي 6 بي 12، مي لو بيوكسيد دو تيتان هذا سافا الي سو لوجي دوسمون في لو سيرفو تاعك، ومع الوقت ومع كثره الاستعمال تاع هاد الحوايج مع الوقت تصيب روحك راك اون طران دو ديفلوبي ان الزهايمر ولا حاجه هكذا. وتقول علاه تقدر تكون من اهم الاسباب انك فرطت في لابون ايجين دو في ورحت للمرقعات هذه اللي نورمالمون اون ديرني ريكور، نورمالمون ما نحتاجوهاش ما نحتاجوهاش. سي اون مانج بيو، سي اون مانج كوريكتومون، سي اون دور كوريكتومون، نورمالمون ما نحتاجوش هاد الحوايج. مي دركا انا خدمتي ان تقولوا لي هذه ما كانش باش نقدر نعوضها، انا نعطيكم الحل اللي باش تعوضوها به. دونك لا بون هيجين دو في ما كانش، لو ريتم تاع الخدمه، لو ريتم ستريسون تاع الحياه مخلي الاسلوب تاعنا تاع الحياه خلاص. دركا سو ني با لو مومون، درك ماشي وقت ان نبداو نقولوا لازمني نبدا ناكل الفايده. انا هاد الهضره اللي راني نهضر لكم فيها راهي 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 للحياه. كوفيد راهو بدا في 2019، رانا في 2021 درك وما ناش عارفين شحال راح يكمل معانا هاد لي ديفيرون فاريون لي ديفيرون فيروس كاريمون راهم مكملين معانا يا درا شحال من عام. ومام لا كان راح الكوفيد تجي حاجه واحده اخرى. دونك محتاجين بنيان صحيح كل ما هو جاي. بصح دركا في لا جيستيون دو كريز اللي رانا فيها درك الي تو تافي كلير كو رانا محتاجين تدخل
تدخل سبيسيال لحل أزمة، تدخل سبيسيال لحل أزمة. والتدخلات سبيسيال أوبليجي أنها تكون دواء، أوبليجي علينا أنها تكون دواوات. دونك أنا لكن شوفوا كاين بزاف حوايج، كاين بزاف حوايج، كاين فيتامين دي، كاين فيتامين سي، كاين مانيزيوم، كاين لو زنك، كاين لو سيلينيوم، كاين كوانزيم كي 10، كاين فيتامين او، كاين بروبوليس، كاين الكركم دي كومبريمي دو كركم، كاين بزاف حوايج. مي كون نكلاسيوهم باغ بريوريتي، بالنسبه لي انا كاين لا فيتامين دي و لا فيتامين سي. لا فيتامين دي و لا فيتامين سي. لا فيتامين دي ما تمشيش وحدها سون مانيزيوم، والمانيزيوم ما يمشيش وحده سون فيتامين بي 6. وبالتالي لا فيتامين دي و لي زانيكس تاعها اللي هما مانيزيوم و فيتامين بي 6 من جهه، ومن جهه لا فيتامين سي. هذوك هما صح اللي نقدروا نقولوا عليهم ضربه ضربه سيك ضربه ضربه، صح la vitamine D. Mais la vitamine D à forte dose يا جماعة، ماشي ستادير دوك شتو لي زامبول هادوك لي يشربوهم البيبيات 200000 يونيتي، 200000 وحدة، 200000 وحدة دولية، فوالا 200000 وحدة دولية. فلامبول هذيك نمدوهم البيبيات اللي يكون في عمرهم شهر، ونمدوهم كي يكون في عمره 6 شهور ونحبسو. الوغ كو هذوك لي زامبول نورمالمون يكملوا يتمدوا كل 6 شهور، كل 6 شهور في الدول الاخرين كيما انجلترا باغ اكزومبل. انا نعرف سكي سباس ان انجلترا، يتمدوا كل 6 شهور. لونفونس تاعو كامل وكي يكبر لادوليسونس كل 6 شهور، يعني لا ما مدوش وما مدوش، يمدو كل عام. حنا نمدوها في شهر وفي 6 شهور وما نزيدوش، على اساس باللي زعما انا عندنا الشمس وولادنا يتعرضوا للشمس. سي با سوفيزون، سي با سوفيزون. دونك لا فيتامين دي اللي يشوف الرقم هذا 200000 وحدة دولية يقول لك بزاف. الوغ كو 200000 وحدة دولية هذه، واحد وحدة دولية تساوي 0.025 ميكروغرام، 0.025 ميكروغرام. ميكروغرام يعني واحد من الألف، من المليغرام، ميكروغرام. معناها لي 200000 يونيتي هادو راهم عبارة عن لامبول هاديك راهي عبارة عن 5000 ميكروغرام. وش معناها 5000 ميكروغرام؟ معناها 5 غرام، 5 غرام. لامبول هاديك قاع اللي حنايا دركا في الكوفيد يمدوها، العام اللي فات كانت تتمد اون امبول وبعدها بشهر باش تعاود تشرب اون اوتر امبول، هذا للمرضى تاع الكوفيد. ومن بعد الانترفال يلون راكورسي، عاد تتمد اون امبول وبعدها ب 15 يوم تتمد اون امبول. دركا راه عاد تتمد اون امبول وبعدها بسمانه اون امبول. Vous vous rendez compte, 5 mg, 5 mg de vitamine D, ou بعدها بسمانه 5 mg de vitamine D. ورانا نعتمدوا على لي نورم نتاع لي لابوراتوار اللي يقول لك بين 20 و 30 كذا، كان زادت ل 60 ماشي مليحه، لا كان عاد بعد 70 راهي كذا وكذا. الوغ كو
انا قريت هنايا دركا ان كومونتير كي دي il y a des contre-indications pour le surdosage quand il y a un surdosage en vitamine D. Le surdosage, le seul surdosage اللي نخافو منه زيادة لو كالسيوم استدير ما نمدوش لا فيتامين دي كي نكونو ناخدو في الكالسيوم. لازم لو كالسيوم يحبس كلك جوغ باش نمدو لا فيتامين دي. علاش نمدو حنايا وعلاش ما نحبوش لو كالسيوم هذا اللي يطلع؟ باسكو لو كالسيوم هو اللي يدير الحجر في الكلاوي والليبركالسيمي هذه راهي عندها هاد لي زيفي هادو تاع. وبالتالي علاش نستعملوا لو مانيزيوم افيك لا فيتامين دي؟ باسكو سي لو مانيزيوم هو اللي يخلي لا فيتامين دي تمتص ويستفاد منها الجسم بلا ما يطلع لو كالسيوم. وباش يكون لو مانيزيوم يدير المفعول تاعو مليح لازم يكون معها لا فيتامين بي 6. هاد الحوايج انا ماهمش من راسي انا اللي راني قاعده نجيب فيهم هادو. سي لا ميديسين اورتو موليكولير اللي تتعامل مع هاد لا نوفيل عبقرية في التعامل مع لي فيتامين واستخدامهم خير بالطريقة اللي تسوفي دي في وتقدر تبري حتى السرطانات. وحتى كاين عالم كبير عندنا اسمه الدكتور لياس بغلي. سي ان ميدسان راهو في سيدي بلعباس في راس الماء. انسان عبقري علامه. هو اللي دخل لا ميديسين اورتوموليكولير للجزائر. انايا كاين حوايج سمعتهم منه ديريكتومون، كاين حوايج سمعتهم من ما تري شيغ امي اي كوليغ الدكتوره صابرين الهادف، طبيبة في قسنطينة متمكنة من لا ميديسين اورتو موليكولير. دايوغ العام اللي فات كي كنت نجيري في ديكا تاع كوفيد كانت عاونتني بزاف في تو سكي ان رابور مع كيفاش التعامل مع هاد لي دوزاج هادو تاع لا فيتامين دي ولا فيتامين سي والمانيزيوم. مي حبيت نقولكم برك العلم راهو يتبدل وراه يتطور. ما نقعدوش لاصقين برك في حكايه لو تروك كلاسيك هذاك تاع نو لازمني ناكل هذاك بلو دوزاج الفلاني برك باسكو سينو كاين لو ريسك تاع كذا. فوالا صادير دي تروك دو جونغ سي لا فيتامين دي كي فيكس لو كالسيوم وبالتالي سي ا ايفيتي. لا فيتامين دي ال سوف دي في. لا فيتامين دي ال سوف دي برك لازم تتشرب بطريقه كوريكت. تتشرب افيك لو مانيزيوم ولو مانيزيوم لازم يتشرب افيك البي 6 وبالتالي يورا با هاد لو بروبليم تاع لا فيكساسيون دو كالسيوم. يورا با هاد لو بروبليم دونك ابار لا فيتامين دي كاين لا فيتامين سي تاني يا جماعه. لا فيتامين سي ولا فيتامين سي اون بودر en poudre يعني des quantités اللي يقدروا يوصلوا انسان انه زعما دير له اون دياري. خلاص اون دياري هاك قاعد راك دير في اون ديتوكس. راك قاعد دير في اون ديتوكس. ما تهابوش من 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 انكم تسمعوا الاراء مختصين يقولوا حوايج مغايره عن ما هو متعارف عليه. بس كل حالة راهي تتطور، الدنيا راهي تتبدل. كاين بزاف 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 حوايج اللي جو فوز انفيت جوستمون كامل اقراو على لا ميديسين اورتو
موليكولير، اقراو لا ميديسين اورتو موليكولير، روحوا قراو لو رول دو لا فيتامين دي. اللي قادر يقرا بالانجلي يا جماعه قراو بالانجلي، قراو بالانجلي. اللي قادر يقرا بالفرنسي قراو بالفرنسي، بصح ايديالمون قراو بالانجلي. اللي راكم عندكم لي دكتوران ولا الناس اللي راهو عندهم اكسي هذوك لي بلاتفورم تاع سيريست و لي بلاتفورم اللي فيهم المقالات العالميه، ادخلوا وشوفوا اقراوا لي زارتيكل على ميديسين اورتو موليكولير، بروتوكول دو كويمبرا، فيتامين دي، فيتامين سي، امبورطانس دو هاد الصوالح كامل، امبورطانس دو سيلينيوم، امبورطانس دو كوديس. ثقفوا رواحكم في هاد الصوالح يا جماعه، الوقت كاين والفليكسي كاين والانترنت كاين. انت بيدك تروح تتفرج شاهد فضيحة فلان قبل الحذف، ولا تروح تشوف حاجة مفيدة. درك ما عدناش في وقت نتاع نقولوا بلي اي سي با دوني، ماشي الناس كامل يقدروا يكونيكتي، ومشي الناس كامل. انا راني من زمان بكري كي كنا نكونيكتي وبالكنز كنز، مانيش عارفه اسكو كاينين الناس منكم، انا راني من مواليد 82 كنا نكونيكتي وبالكنز كنز. الكنز كنز هذا لكن الناس يعرفوها تحياتي. كان الناس عاد هكا بالتليفون هكا والمعلومات كامله راهي في يديكم. دونك غير للي ما حبش، ولا غير للي ما حبش، غير للي ما حبش والله. دونك فوالا هذه هي. دونك قراو قراو مليح، ثقفوا رواحكم، عاودوا رجعوا للطبيعه، عاودوا رجعوا لتوسكي ناتوريل، عاودوا رجعوا للرقاد في الليل والنوضان في النهار، مشي العكس. الفجر خليوه الوقت اللي تنوضوا فيه وتبداو فيه نهاركم، مشي الوقت اللي تكملوا فيه نهاركم. دونك alors je vais essayer اليوم نقرا شويه لي كومونتير تاعكم، على بالي باللي راني مقصره في alors arrêtez de pousser les gens à prendre des médicaments. Je ne suis pas en train de pousser les gens à prendre des médicaments. هذا باين انسان ولا انسانه جاو في اخر اللايف. Vous êtes trop sur la pharmacologie et médicalisé. Parlez de l'alimentation pour les vitamines, s'il vous plaît, madame. يا أخي ولا يا أختي. سي فو، عقلت الاسم، عقلت الاسم. انت والله، انت والله شفتك في ان لايف اللي فات ولا اللي قبله، والله أي واحد يكتب لي دكتور تروح تحتها وتكتب سو ني با ان دكتور، جو سوي ديزولي سو ني با ان دكتور. يا سيدي واش قلقكم كي الناس راهم يعيطوا لي دكتور؟ واش قلقكم؟ اعيد واكرر مره اخرى، جو سوي ميدسان جينيراليست اي بسيكولوج كلينيسيان. راني مانيش اخصائيه نفسيه ونتمسح في الطب، ومانيش طبيبه قاعده تتمسح في علم النفس، راهم في زوج تخصصات تاعي. ربي كرمني ونعم عليا وخلاني قدرت ندير زوج تخصصات، وراني نخدم بزوج تخصصات اون ميم طون، وراني نهضر بزوج تخصصات اون ميم طون. دركا انا جي بري لا ديسيزيون اني خلاص جي اسي دوني على ميديسين، خلاص 21 نون دو ما في، خلاص باك 2000، 21 سنة من حياتي. هاد العام جي ديميسيوني من الإقامة الجامعية تاع ولاد فايت، لكن كاينين الناس راهم الإقامة الجامعية تاع ولاد فايت واحد. هاد العام
استقلت parce que j'ai décidé de me consacrer à la psychologie. Ça veut pas dire استقلت من الطب, انا استقلت من الاقامه الجامعيه. واحد ما راح يوبليجيني اني نحبس نفيد الناس في الحوايج الطبيه اللي هي ما بروميير سبيسياليتي. ما بروميير سبيسياليتي سي لا ميديسين, هذيك هي اللي قريتها الأولى وهذيك هي اللي خدمت بيها. وهذيك 10 سنين وأنا طبيبة جامعية, في طبيبة عامة في الإقامة الجامعية. دونك il faut pas c'est-à-dire خليكم open minded وما تحيروش. نورمال تقدروا تلقاو واحد قرا كذا وقرا كذا. نورمالمون هذه هي زمان بكري بكري العلماء تاعنا اللي كنا نفتخروا بيهم من بن سينا وروح كانوا كذا وكذا وكذا وكذا, قليل اللي تلقى فيهم عنده اون سول سبيسياليتي. دونك المهم برك انا برك كي شفت الاسم هذا ومن بعد تفكرت لو كومونتير باسكو ولا غير نو الي با دوكتور كيما حبيت انت 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 ادرى. دونك الوغ اسنا نقراو لي, شوف سبحان الله والله غير جيت نقرا لي كومونتير تاعكم باش نشوف كاش ما كاين اسئله ولا نجاوب عليهم. تعكلت في هذا سامحوني والله غير نحب نرد على لي تروك المفيده تاعكم يا جماعه. بون بريف مي جو سوي با اون تران دو ميديكاليزي. عاودوا شوفوا لو لايف من الاول درك تشوفوا باللي راني هضرت لكم على كلش ابار لي ميديكامون. راني هضرت لكم على كلش, على كيفاش الواحد يكون عنده اون بون ايجين دو في. بون كي نعاود ما نعرفش نعاود نرجع ل كي نعاود نرجع ما يطلعش صديق ما يعاودش ما يعرفش يرجع لي للاول. اشاك فوا واحد فيكم يكتب ان كومونتير يعاود يهبط لي لاني قاعده نهبط هكذا بصح اشاك فوا suis désolée je j'arrive pas à... j'arrive pas à lire les commentaires تاعهم او خرج لي غير ميرسي مساء الخير دكتور you're an incredible asset thank you so much. Il faut pas qu'il vous perturbe, docteur. لا لا ولا غير il ne me perturbe pas. انا ماذا بيا ولا غير شوف نقول لكم حاجه, انا ماذا بيا الناس كامل تسفايد. انا يغيضوني الناس اللي يحرموا ارواحهم من معلومات معينين جوست باسكو ماهوش حامل كيفاش ميدسان يهضر في البسيكولوجي ولا بسيكولوج يهضر في الميدسين. ستادير كالمي روحك اغيت دو ترومبلي اسمع المعلومه بالك معلومه تجيك تفيدك. انا مادا بيا الناس كامل تستفيد باسكو رانا كامل في اون سول سوسيتي, رانا كامل نعدي وبعضانا, رانا كامل نتاذاو من بعضانا كون يكون واحد عنده اون موفيز ايجين دو في. دونك المهم مانيش زعفانة من أي واحد, مانيش زعفانة من أي واحد منكم والله باسكو يا ميم دي جون لي كومونتاو حوايج وردوا عليهم ناس. دونك هادوك الناس لي كومونتاو ايل مون انفوايي دي زيكسكوز والله غير راني سي با بيزوان دو فير تو سا. حنا رانا مادا بينا الناس كامل تسفايد. دونك فوالا خليكم متفتحين على اي معلومات جديده وما تحبسوش عند تكررت كلمة الخوف بزاف جازت عليا بزاف. مانيش عارفة سي لو ميم كومونتير اللي راهو يتعاود ولا على بالكم باللي كي ندير هاك يروحوا لي كومونتير. كنت نقرا في حاجه درك خرج لي بونجور دو انابا
بون كي خلاص لو لايف نقرا لي كومونتير تاعكم، الاسئله اللي فيها ندير بها دوتغ لايف باذن الله. وش حبيت نقولكم؟ الخوف، لو ستريس، الترقب، الإحساس بعدم الأمان، الحوايج هادو اللي رانا فيهم مع الكوفيد منذ 2020، مي كاينين الناس بزاف منا راهم يعانيو من هذا الإحساس بعدم الأمان والحوايج من قبل. وبالتالي صديق كانت عندنا اون بريديسبوزيسيون ديجا للانهيار، وكي زاد جا الكوفيد هذا زاد ترابت الحيه. وبالتالي سي تري 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 امبورطون ان نهضروا عليه هذا الموضوع هذا. وبالتالي رايحين باذن الله باذن الله في لو لايف الجاي رايحين نتناولوا الموضوع هذا تاع الخوف، لو ستريس، كيفاش نتعاملوا مع هاد الحوايج في ظل جائحة كورونا. دونك كون نعاود جو ريزوم كل ما قيل من بداية لو لايف، إياكم ولوتو ميديكاسيون، ما تداويش روحك لروحك، مشي من راسك تروح تدير ان بيلان وتشخصو وحدك وتشري الدواء لروحك وتشربو، لازم طبيب يكون يتبع فيك، لازم أهل الاختصاص، ولازم خلال شرب الدواء محتاج تتبع بأن بيلان معين. راك تشرب في اللوفينوكس لازم تدير أفاناس بلاكات، راك تشرب في الكورتيكويد لازم تدير يونوغرام سانغان باش تشوف الصوديوم، راك تشرب قبل ما تشرب اللوفينوكس لازم دير لي دي ديماغ قبل، موش هكذاك برك دير لو لوفينوكس. الاستعانه بالمختصين والاستعانه بالناس اللي يقدروا يجيوكم للديار، سواء الاطباء ولا الممرضين، سيل فو بلي اقراو اقراو في لي كومونتير اي واحد عنده دي زادغاس نتاع دي لابوغاتوار مفتوحين في اوت، دي لابوغاتوار مفتوحين جمعة وسبت، دي لابوغاتوار مفتوحين في الليل. اي واحد عنده العنوان تاع اون اسيستانس ميديكال سواء فراملة ولا اطباء اكتبوها سيلفو بلي في لي كومونتير. المناعة تاعنا محتاجين قبل ما نبداو نحكيو على لا جيستيون دو كريز، محتاجين نبنيو المناعة تاعنا للعشرات السنوات الجاية، باسكو ماناش عارفين هاد الجائحة وقتاش تخلص، واسكو يوغا جائحات اخرين بعدها ولا نو، يوغا دوتغ فيروس بعدها ولا نو، يوغا دوتغ كوارث بعدها ولا نو، ماناش عارفين. محتاجين الجهاز تاع المناعة تاعنا يكون واقف على حيله. دونك ارقدوا في الليل ونوضوا في النهار، خليوا الفجر الوقت اللي تنوضوا فيه ماشي اللي ترقدوا فيه. حاولوا على قد ما تقدروا ترقدوا افون مينوي، على قد ما تقدروا. اخطاكم من الفاست فود، كلوا الخضره، كلوا الحوايج المفيده، كلوا الحشاوش اللي لونها اخضر، كلوا السلق، كلوا النعناع، كلوا الجرجير او كاين في بعض الاسواق ماشي كامل مي 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 عندنا، كلوا الكرافس، شربوا لو جو تاع الكرافس مفيد بزاف تاع هذا لو جو تاع الكرافس، تعلمته العام اللي فات من توني روبنز، درت معاه اليو بي في فيرتشوال في جويلي 2020، كان يركز بزاف على
على لو جو الاخضر هذا، ربي يذكره بالخير. الوغ كاين تاني السبور، ما كانش السبور نمشي يا جماعه، نمشي برك، نمشي نقاري الطوموبيل شويه بعيد على الخدمه، نهبط في الكوس في العاري اللي قبل، ماش لازم حتى الكوس يوصلني لافاك، نهبط شويه افون. المهم للي حاب تقدر، للي حاب راك تقدر. وش تاني؟ ابحثوا على معلومات حول الطب، لا ميديسين اوكتو موليكولير، نسيت اسمها بالعربي، ميديسين اوكتو موليكولير. شوفوا لي فيرتو دو لا فيتامين دي، اقراو على فوائد لا فيتامين سي، حوسوا ما هي الاغذيه التي تحتوي على اكبر نسبه من الفيتامين سي، ما هي الاغذيه التي تحتوي على اكبر نسبه من فيتامين د، ما هي اكثر اغذيه تحتوي على اكبر نسبه من مغنيسيوم. نفس الشيء بالنسبه للزنك. دو تخوا ديرنيير شوز برك، لا فيتامين دي يا جماعه سي اون فيتامين ليبو سولوبل، تذوب في الدهن ما تذوبش في الماء، وبالتالي ما تخلطوهاش مع الماء، خلطوها مع يا اما مع زيت زيتون يا اما مع زبده حره يا اما داكور، باش تقدروا تستفيدوا منها مليح، وماذا بيكم تكون بعيده على الماكله او والله اجا كاريمون. ايه ما كوليغ اي امي دكتوره صبرين الهادف، طبيبه تاع قسنطينه، كنت نحكي انا وياها على حوايج معينين عندهم علاقه بلي زويل زيسانسييل، وقالت لي معلومه هي اللي جربتها وقراتها ومارستها وعلى المرضى تاعها ايتو، دونك انا ماذا بيا ننقلها لكم مع المحافظه على لا سورس اللي هي دكتوره صبرينا الهادف في قسنطينه. والشيء اللي كنت نحكي لكم فيه على لا فيتامين دي، لامبورطونس تاع لا ميديسين موليكولير، لا ريفيرونس تاعي فيها هي الدكتور لياس بغلي، العالم الجزائري الكبير. بالنسبه لوش كانت قالت لي دكتور الهدف على لي زويل اسانسييل اللي راهم ملاح بزاف ويفيدوا بزاف في لا بيريود تاع الكوفيد، قطره من الزيت الفلاني وقطره من الزيت الفلاني وقطره من الزيت الفلاني، يتخلطوا في ملعقه نتاع زيت الزيتون ويتدهنوا بهم بلايص معينين. الوغ القطرات هادو تاع الزيوت ثلاثه، الزيت نتاع الكاليتوس لوكاليبتوس قطره منه، الزيت تاع النعناع الفلفلي اللي هو لا مونت بوافري قطره منه، والزيت تاع القرنفل كلوجي غونفل قطره. هاد الثلاث قطرات يتخلطوا في ملعقه صغيره تاع زيت الزيتون، يتخلطوا مليح ويتدهن بهم. من اهم الاماكن اللي تدهن بهم الجهه الداخليه تاع لي بواني، في لي طالون، في لو كو، وفي لو بليكسوس سولير. هذا الدكتور جهاد ابراهيم اللي نقلت لي المعلومات تاعو، دكتوره صابرين الهدف. سي تري امبورطون يا جماعه كي تكونوا تمدوا في معلومات، سي تري امبورطون انكم تمدوا المعلومه بلا سورس تاعها، باش الناس اللي تحب تروح تفيري في حوايج معينين تروح تبحث، كيما انا راني قاعده نقول لكم باغ اكزومبل دكتور لياس بغلي، ادخلوا وشوفوا شكون هذا العالم، هذا الدكتور لياس بغلي، وشنو هي هذه لا ميديسين اورتو موليكولير. ماذا بيا نقول لكم بزاف حوايج، بالك كاينين حوايج راني نسيتهم والله، مي اون تو لي كا الحاجه اللي نسيتها درك راني نزيدها في دوتغ لايف باذن الله. ربي عالم، كون نصيب
ننجكتي لكم هذه المعلومات بالسيروم، ننجكتيهم لكم واحد واحد بالسيروم. ربي اللي عالم، ان شاء الله يكون راهو اكبر قدر من المعلومات راهي توصلكم. ان شاء الله راكم تستفيدوا، ان شاء الله تستفيدتوا من اللايف اللي فاتوا، ان شاء الله تستفيدوا من لي لايف اللي راهم جايين. و فوالا غروسو مودو هذه هي. ما قدرتش ما نكونش معاكم لايف اليوم، مالغري مازلت شويه بزاف مريضه، دونك مانيش قادره نوعدكم باللي غدوه بربي ان شاء الله رايحين نهضروا على التعامل النفسي مع جائحه كورونا. مي نوعدكم باللي دي كو جو مو سنتيري بيان، راك تشوفي كشراني نعرك، دي كو جو مو سنتيري بيان نفتح التليفون وندير لو لايف هذا. وفي اي وقت دخلتو ما ملحقتوش سي با غراف، في اي وقت تشوفوه. تهلاو في ارواحكم بزاف بزاف، وتهلاو في بعضاكم بزاف بزاف، وحاولوا تطبقوا على قد ما تقدروا المعلومات اللي تقالت. والناس اللي راهم يبعثوا لي في دي كيستيون استشارات نفسيه في الايميل، راهم قاعدين يوصلوني الاستشارات النفسيه، راني برك مانيش لاحقه نرد عليكم كاملهم. كاينين الناس نرد لهم باريكري، كاينين الناس راني راح نجاوب عليهم في دي لايف وحيد اخرين. دونك صبرا، انا جايه المواضيع تاع الكوفيد راهي جايه في النص، مش مخليتني باسكو هي اولى. واش تاني واش كنت حابه نقول؟ ايه فوزيت ان تران دو مي دوموندي مدام وين راكي باش نجيوك لي كونسلطاسيون تاعي، لي كونسلطاسيون دو بسيكوثيرابي. انا لو كابيني اللي فتحتو سي با ان كابيني دو ميديسين جينيرال. انا قلت لكم خلاص لا ميديسين قلت لها صحيتي 20 سنه، اروحي شويه دو كوتي دركا، خلينا شويه نمارسو لا بسيكولوجي. دونك مون كابيني سي ان كابيني دو بسيكولوجي كلينيك اي دو بسيكوثيرابي. انايا ما كاسكيت دو ميديسان تصيبوها هنايا في لي ريزو، عمري ما راح نبخل اي واحد باي معلومه طبيه نعرفها ولا نسمعها من مي كوليغ، ولا كي نكونوا ناس ثقات جو فو لا ترانسمي ديريكتومون. مي الا كان جيتوني انا في لو كابيني تاعي ما كومش راحين تصيبوني لابسه طابليه بيضاء ومدايره ستيتوسكوب. Mon cabinet, ce n'est pas un cabinet de médecine générale, c'est un cabinet de psychologie clinique et de psychothérapie. Pour le moment, les consultations, elles sont suspendues. Mais je n'ai pas des consultations, parce que je suis en contact continu avec des cas Covid. أصلاً الحالة اللي راني عندي درك عندي بزاف حوايج مانيش عارفة من بينهم كوفيد ولا لا. درك حالياً مازال مانيش عارفه اني عندي كوفيد ولا عندي الحوايج الاخرين برك. دونك انا جو في ريبروندر لي كونسلطاسيون تاعي حتى لسبتمبر، سمحولي يا جماعه سمحولي مانيش قادره ندير دركا ني لي كونسلطاسيون اون ليني ني لي كونسلطاسيون اون بريزونسييل. سمحولي بزاف اني جو في ريبروندر في سبتمبر بربي ان شاء الله. راني انا راني عباره عن بؤره تاع كوفيد، تلما راني نتعامل بزاف مع راني بزاف 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 ناس تعاملت معاهم ولا أزال وهما مرض بالكوفيد. هذه هي للناس اللي راهي تسقسي وين جاي لو كابيني. هذا جاي لو كابيني في بلاصه اسمها لا سيتي البهجه ولا لا سيتي الرياح الكبرى، هي في لادريس تابعه لدالي ابراهيم. ما هي اون فيت راهي في بين دالي ابراهيم والشرقه ولاد فايت، جايه في مثلث بين دالي ابراهيم والشرقه ولاد فايت. دونك للناس اللي راهي تضل تسقسي وين جاي لو كابيني تاعك وين جاي لو كابيني تاعك. هذا مكان هضرت بزاف صحيتو، ميرسي على بريزونس تاعكم، تهلاو في رواحكم بزاف بزاف بزاف، ودعيوا لي بزاف 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 بزاف، وبارطاجيو لو لايف هذا والمعلومات اللي فيه على قد ما تقدروا، واي معلومه مفيده اكتبوها في لي كومونتير، وتصبحوا بخير ان شاء الله.